ما انا عارفه يا ماما ان انت مالكيش في الاكل الهفا. انا فرحانه ان انا جيت لكم النهارده، بس انا لو كنت سبتكم للبت حنان ده هي كانت هتعمل لكم شويه مكرونه وناجتس من الجاهز بتاع السوبر ماركت. انما انت من غلاوتك عندي يا غاليه طول الليل، وانا عماله اتبل لك في الفراخ واضب لك في البط ولفيت المحشي، ووقت ما تقولي جعانه هقوم اولع لك على الاكل. يا بختك يا عم خالد، يا بختك. ماما، يا ماما، ايه سرحانه في ايه؟ انتوا بتزوروا ابوكوا يا ولاد؟ ابقوا زوروه ان ما كنتوش قادرين تزوروه عشان مشواره بعيد، على الاقل ابقوا ادعوا له. والله يا ماما ما بفوت صلاه، وحياة ربنا لازم ادعي له وادعي له من قلبي. الله يرحمك يا بابا ويسامحك. هو جالك في الحلم قريب ولا ايه يا ماما؟ ابوكوا دايما على بالي، ولازم يبقى على بالكم انتوا كمان. انتوا ما تعرفوش هو تعب وشقي قد ايه عشان يوصلكم للي انتوا فيه ده. غلط غلط. هو في الاول طبعا ما كانش عايز يسيب الاسماعيليه ويجي القاهره، لولا انا بقى اللي فضلت وراه اقول له مستقبل عيالنا في القاهره، لازم يتعلموا في جامعات القاهره. مش معقول هنسيبهم بقى يخشوا بيوت الطلبه ولا نشحططهم في الطريق. غلط. لما سيبنا الإسماعيلية وجينا هنا الحكاية ما كانتش سهلة. ما هي ورشة الميكانيكا بتاعته في الإسماعيلية كانت ما شاء الله ماشية زي الفل وبتجيب فلوس. لما فتح بقى أختها هنا كانت بتنش. ليه؟ عشان جديد وملوش زبون. كان كل ما يضيق بينا الحال ملقاش أنا حتى حتة صيغة بيعها، لأني كنت بعت الصيغة كلها عشان ندفع خلو الشقة الكبيرة دي. فكان يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يروح لأخوي ميل عليه ياخد منه فلوس علشان يفك نفسه، مرة 100 مرة 200 مرة 500. والحقيقة أن عمكم عمره ما قصر ولا قال له هات الفلوس اللي عليك، رغم أن درية كانت دايما تزن عليه. عم حسن، هو في زي عم حسن؟ إلهي يمد في عمره ويخليه لنا قادر كريم، طول عمره شهم وجدع وراجل. ربنا يكملك بعقلك يا منير. كملي يا ماما. الشهادة لله يا حنان، عمكم شالنا كتير قوي وعمره ما قصر، لكن أبوكوا بقى قعد مرة يعد كده الفلوس اللي خدها من أخوه لقاها بقت 10,000 جنيه. وطبعا أنتوا عارفين أبوكوا وعزة نفسه ما هنش عليه حد يفتكره مصهين على الدين، فجاب ورقة وكتب فيها تنازل عن الأرض لأخوه. أرض إيه؟ الأرض. أرض إيه؟ الأرض اللي احنا بنبيعها دلوقتي. نعم. أيوه يا ابني، أبوك كتب مبايعة بالأرض دي لعمك حسن واداله الورقة، قال له اعتبرها رهن خليها عندك. عمك طبعا ما كانش عايز ياخد الورقة وكان زعلان جدا من أبوك إنه عمل الحركة دي، لكن أبوك صمم قال له خليها معاك، إن أنا قدرت أرد لك فلوسك ابقى قطعها. بس فضلت الورقة بعد كده عند عمك ورقة ملهاش أي لازمة، وبعد كده كلنا نسينا الموضوع ده. يعني ايه نسيتوا الموضوع ده؟ يعني انت يا ماما عايزه تفهمينا ان بابا مات قبل ما يدفع الفلوس لعمي وياخد منه الورقه دي؟ بقول لك نسينا يا دالي. نسيتوا ايه يا ماما؟ نسيتوا ايه؟ ده كده مصيبه. يعني انا ابويا مدفون وعليه دين في الدنيا؟ ده الا الدين ده، الدين ما يصعدش ابدا. ماما احنا لازم نروح نقعد مع عمي ونديله فلوسه. هو ده اللي بتفكري فيه يا منيره؟ طب انبسطي، عمك مش عاوز فلوس، عمك عاوز الأرض. لا يا حنان، عمك مش عايز حاجة، إيهاب ابنه هو اللي عايز الأرض. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة قبل ما أفقد أعصابي، ثانية واحدة. هو إيه اللي عاوز ومش عاوز؟ هم عرفوا الأرض دي بقى تمنها كام؟ ها؟ هي ورقة المبايعة دي لسه معاهم لغاية دلوقتي؟ كل الاحتمالات الزفت دي إحنا فكرنا فيها. وماما جايبانا دلوقتي عشان نشوف هنعمل ايه. يلا سلام عليكم. انت رايح فين يا عم الحاج؟ انا ايه بقى، انا خلصت اصلي. اه
انا خلصت، انا خلصت. خلصت ايه؟ خلصت كراريس العيال صححتها كلها. كراريس ايه؟ انت مش سامع؟ يلا ربنا يوفق الجميع، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ربنا يوفق الدنيا على الدنيا كلها ان شاء الله. يلا سلام عليكم. ما تمشيش، انت هتمشي قبل ما تاكل؟ لا معلش، لا ربنا يوفق. بقولك ايه، انتوا اتفقوا على كل حاجه، وانا انا هبقى وراك، انا هبقى وراك يا قائد. عمر افتكرني، انا وراك في ظهرك على طول. يلا ربنا يوفق كل الحاجات. استنى كمان، انت رايح فين؟ انت هتسيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي وتمشي؟ جرى ايه يا ابني؟ انت مش هتبطل السلبيه وانعدام الشخصيه اللي انت عايش فيهم دول؟ معلش ما كبريش الموضوع كده. يلا ربنا يوفقكم، يلا مع السلامة. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لهوي يا لهوي، ماما الحقي كمال، أخويا اتجن. هو كمال بس اللي هيتجنن؟ ده احنا كلنا قربنا نشد في شعرنا ونجري ورا عربيات الرش. معلش بس، يعني هو ورقة المبايعة يعني عقد كده ولا إيه؟ أيوة يا تقى، حاجة زي العقد، ومع عمي، وهو متخيل بيها ان الارض بتاعته. يا نهار اسود، وانت ازاي يا طنط كنت ناسي حاجه زي كده؟ ما انت عارفه ان احنا في البيعه دي بقالنا شهور، وعارفه كمان ان حياتنا كلها مترتبه على ان الفلوس جايه. ولا انت كنت فاكره ومش عايزه تقولي علشان البيعه تخلص من غير ما هم ياخدوا خبر؟ ايه يا تقى، ازاي تكلمي ماما بالاسلوب دوت؟ وبعدين هي بتقولك ان هي كانت ناسيه، في ايه؟ ده ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ازاي بس الارض تبقى اتباعت ولحد رمضان اللي فات كان بيوصلنا ريعها؟ ريع ايه وزفت ايه؟ احنا معانا حجة الارض وحيازة الجمعية الزراعية وسلمناها من المحامي لما كتبنا العقد. الله، هو في ايه يا جدعان؟ هو احنا بيتنصب علينا ولا ايه؟ اه طبعا اكيد بيتنصب علينا، دي ارض ب 300 مليون جنيه، يعني اكيد عمكم ده نصاب. لا 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 يا طوقة، بقول لك ايه، انت داخلة على العيلة دي يعني تحترمي كبيرها قبل صغيرها. ده احنا كنا لسه بنترحم على بابا. بابا؟ هو كان فين عقل بابا سعيد؟ كان فين ها؟ يكتب ارض 5 فدادين لاخوه علشان استلف منه 10,000 جنيه؟ ودي مات اهو، ادي مات وارتاح، واحنا اللي معكوكين في الزفت اللي احنا فيه. على فكره انت كده بتغلطي في ابوك، انت فاهمه ولا لا؟ وانت يا ماما ما كنت قلت لنا على الموضوع ده من الاول، كنا رحنا سددنا ام الدين ده وخلصنا. يعني هي كانت تعمل ايه يعني؟ لو كانت قالت لكم ان موضوع الدين ده موجود كنتوا هتسددوا لله في لله من غير ما تعرفوا الارض دي انها هتساوي ملايين؟ قالت لكم بدل مره 100 مره، هي ناسيه ناسيه. ايه بتفهموا ازاي؟ انت بتزعل ايه يالا؟ بتزعل ايه؟ انت اللي بتزعل ايه؟ انت جنان. بص يا عمر، هتعملني فيها الملاك البريئة بقلب طيب قوي. على فكره بقى، انت اكتر واحد هيتفشخ فينا كلنا. يبقى روح يا حبيبي لحلم عنان، خليه يتجوز سلومة بنته لإيهاب ابن عمك عشان بقى معاه ملايين. انت كده شاطر شاطر وكبير صح؟ اه كبير غصب عنك. انت اتجننت؟ سيبه. في ايه؟ هتكبر عليا؟ اقعد يا يوسف اقعد. سيبيني حالا دلوقتي. بس يا دوا، يلا يا ماما، يلا يلا يلا، لو سمحت قومي خشي جوه عشان تستريحي. يلا يا منيرة اهدي وخشي. اقعد. لا هروح فين؟ واسيبكم وعمالين تضربوا بعض بالشكل ده؟ فاكرين ان انا لما اخش جوه هستريح؟ سيبوني بقى اتفرج على اولادي وهم عمالين يغلطوا فيا ويغلطوا في ابوهم ويتهموا عمهم في ذمته. سيبوني عشان اشوفكم بتزقوا بعض وبتضربوا ببعض ومش عارفه على ايه، مش عارفه على ايه. خلوني خلوني للاخر، انا قاعده اهو. كملوا بقى. محلوله يا اولاد، ده الدنيا متفاته. عارفين احنا لو رحنا قعدنا مع عمي هنقنعه وهيحلها لنا على طول. انا ما بيعجبنيش غير دماغك يا منيره. طب يا ستي ارتاحي، احنا رحنا لعمي والمشكله دلوقتي مش في عمي، المشكله في ايهاب. وطبعا انتوا عارفين ايهاب كويس. ايهاب ده لو شفته قدامي دلوقتي هاكله بسناني صح. المفتري الظالم عايز ياخد ارض ب 300 مليون جنيه عشان ابويا سلف من ابوه 10,000 جنيه؟ ده انا اقتله هو وعيلته واحد واحد. ده كده يبقى ربا. انتوا عارفين احنا لو رحنا قعدنا مع عمنا بالهداوه وقلنا له ان كل واحد فينا رتب اموره على الفلوس دي هيسيبها لنا. لا يا شيخ، وانت فكرك يعني عمك هيعمل ايه؟ هيقطع الورقه ويقول لك حقك اهو؟ والله حاجه تضحك. لا 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 يعني، بس ممكن يتفاهم يعني. طيب
نهدى بس، نهدى عشان نعرف نفكر كويس. اوكي ماما، الورقة دي متسجلة؟ يعني بابا خد عمي من ايده وراحوا للشهر العقاري وسجلوها هناك؟ لا يا ابني مش متسجلة. طيب يا جماعة، طيب يا جماعة، يبقى كده الحمد لله ورقة عبيطة مش متسجلة قدام كل الورق الموثق اللي بيثبت ان الارض دي بتاعتنا، يبقى الحمد لله. منيرة كلمي خالد جوزك دلوقتي وخليه يسأل الزفت المحامي بتاعنا ده ايه موقفنا القانوني بالظبط. يلا يا منيرة، يلا يلا. ما يلا يا منير يلا. حاضر. هي الحاجة صفية دي بتتعاطى حاجة؟ يعني ايه يعني ناسي ان جوزها كان بايع الارض؟ ما ترحمي امي بقى من القصة اللي احنا فيها دي. هو انت لسه شفت حاجة؟ انت السبب، انت اللي دخلتني في حوار ما يخصنيش. مال انا ومال صفية والفلوس والارض؟ انا عايزة فلوس دلوقتي. الحوار ما يخصكيش؟ مش انت اللي قعدت تخططي وتهندزي عشان خاطر ولاد صفية؟ انبط يا اختي، انبط بقى لحد لما اروح لشاكر اشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. انا جاية معاك. مش هينفع. هو ايه ده اللي مش هينفع؟ انت طلعتني المركب دي غصب عني، يعني رجلي على رجلك. ما عنديش طاقه انا اقعد استنى لما تروح لشاكر درغام وترجع تحكي لي. ها قلت ايه؟ مستنيك في العربيه. يا استاذ، استاذ شاكر. نحن هنا. تعني سايبنا قاعدين كده على نار؟ يعني ما تقول لنا اي حاجه، احنا مش فاهمين حاجه خالص. الورق اللي مع ابن عمهم ده قولوا له يحطه في الزباله. يا سلام، ومالك يعني مالي ايدك منه قوي كده؟ عشان هو ده الورق اللي يهم اي قاضي انه يبص فيه ويحكم في قضيه زي دي. لو رحتوا اي واد مخلص كليه حقوق حكيتوا له الموضوع ده هيبقى ده نفس الراي. الرقم المخيف ده خلى الواد هايبر. اقعدوا معاه كده ورادوه باي حاجه وهيبقى زي الفل. الله، طب ونراضيه ليه اذا كان انت بتقول الورقه دي ملهاش قيمه؟ عشان تشتروا الوقت. القضيه دي محسومه، محسومه بس المحاكم بقى حبالها طويله. قضيه يعني جلسه اجراءات، وبعدين جلسه استماع، وبعدين هنستنى الحكم في القضية. فهو بقى هيستأنف، هينتدبوا خبير، هيطعن على الخبير، هيجيبوا خبير تاني، هنقعد سنين. تصدقي أنا كان عندي قضية في دمياط من النوع ده قعدت حوالي 18 سنة. يا لهوي. وفي الآخر برضو اتحلت ودي. قول لك 18 سنة، يعني كده بقى المستثمرين اللي هيشتروا الأرض ممكن يخلعوا؟ وارد جدا، حتى لو الحكومة دخلت في الحالة دي اللي شبه حالتنا، وخصوصا الأرض تخص مجموعة من المستثمرين الكبار التقال، برضو هيبقى مضيعة للوقت. طب بقولك يا عم شاكر، يعني بخبرتك كده، واد زي اللي اسمه إيهاب ده اترضى في حتة كام؟ ابدأ معاه من تحت، تحت قوي. ولو وصل للنسبة بتاعتي مش غلط، عادي جدا. الواد ده لو جاب محامي بتاع فيها لخفيها هيرخم علينا رخامه شديده قوي، والموضوع هيطول. تسعة بالثانية يبقوا في السرير، مش زي المرة اللي فاتت. ولو ادم رخم تتصل بيا انا هكلمه. نسمع الكلام. ها، مفيش سويتس خالص النهارده. يلا يا مدام. اهلا 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 حبايبي. اسمعوا كلام مامي. ها، هتناموا على طول؟ مش عايز شقاوة؟ صباح الخير. مش هتقولي بقى احنا خارجين نسهر فين؟ ولا اقول لك ما تقوليش؟
انا بصراحه مش مصدقه فكره الخروج دي خالص. احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟ ابتدوا يهلهم. ماشي. اهلا يا عمر، ازيك؟ انا الحمد لله كله تمام. بكره؟ لا بصراحه مش عارف موعدي ايه. طب انا ممكن كمان ساعه اكلمك؟ لا، ما انا هقول لك امتى، تقولي بكره ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. ايه الرخامه دي؟ انت من ساعه ما سبت المستشفى وانت قاعد في البيت، عندك ايه بكره بقى؟ هم عايزين يقابلوني، يستحملوا شويه، ما فيهاش اي مشكله. يا شرير. مش تخليني في السهره بتاعتنا ولا ايه رايك؟ انا بقول كده برضه. ماي فير ليدي. ماشي ماشي، اتنك قوي يا ابن درية واحلم زي ما انت عايز. يا حبيبي هدي نفسك، هو مش قالك هكلمك كمان ساعة وما تكلمش؟ يمكن فاتح بطن عيان ولا حاجة. يا جماعة انا مش مرتاح. هو انتوا يعني فاكرين ان هو ما سألش محامي قبل ما يجي لنا؟ ما اكيد طبعا سأل محامي وقال له اللي يطمنه. بقولك ايه دالي، انت هتوترينا ليه؟ بقى المحامي اللي معانا كبير وفاهم كويس قوي هو بيقول ايه. وبعدين بقى حتى لو ايهاب اخد نسبه زي ما المحامي هياخد يبقى يبوس ايده وشه وضهره. طيب ايا كان، انا كده كده للاسف مش هعرف ابقى معاكم في مشوار زي ده، دي اكيد فاهمني حنان. زعلش مني يعني، اخوك كبير برضه. بعدين ده انا كنت بغير لك الكوافير وانت صغير يا وسخ. صح يا حبيبي، بلاش تروح، انت عارف هو مستفز منك وعلى تكة معاك. طبعا انت اكيد عارفه ان انت مستحيل تيجي، لانه لو شافك هيقلبها حريقه. طبعا. هو انت مش عارف ايهاب غبي قد ايه وما بيعرفش يفصل بين الحاجات؟ ايهاب مش غبي يا بيت، لا ايهاب ده طيب قوي والله، انتوا ما تعرفوش، ده غلبان ومن جوه احسن من بره. وعلى فكره لو كتر عمي حسن مش هيسكت له. عمي حسن مش هيسكت. طب يا جماعه انا هدخل اخد شنطتي واسلم على ماما بقى واتكل على الله، ولو حصل اي جديد لازم تقولوا لي. ها ايه ده داليا، انت هتمشي تروحي فين؟ ده انت لازم تاكلي من الكيك، انا بعمل كيك جوه. لا يا حبيبه قلبي، انت في ملكوت تاني وانا مش قادره لك ولا قادره عليكي. يلا يا عمر، يلا يلا شيل زياد، احنا هنمشي. لا لا والنبي، لا لا عشان خاطري ده انا ما بصدق اشوف العيال. يا لهوي، طب خلي لي البت الحلوه دي. خليك خليها لي شويه. يا منيره يلا لازم نمشي، ما تخافيش انا بحب خدمه العيال. يا ستي هاتي خليها. سلام عليكم يا جماعه. حفظ الله. سلام يا عم. طب وكيك؟ على خير وانت من اهل. قولوا كيك يا جماعه. باي باي. طب المره الجايه هعمل لكم كب كيك، انا بعمله احلى من الفرن. مع السلامه. مع السلامه. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ اهو ما كلوش من الكيك، اعمل ايه انا دلوقتي؟ اوديه فين؟ انا يا منيره. إيه؟ انا ويوسف قاعدين معاكي هنا وهناكل من الكيك. خلينا بقى في اخوكي كمال اللي ما بيردش، ما نعرفش هو فين. اخويا كمال هيرد، انما لقمه الكيك دي ما تتعوضش. هما مالهم متزرزرين كده ليه؟ واحده تقول لي اخوكي كمال ومتزرزره، والتانيه تقول لي انت في بلكون تاني. لا يا لهوي، الكيك كمال.
انا جيت اتعشى مع البنات. يا خساره البنات ناموا، اصلهم كانوا في رحله مع المدرسه ورجعوا تعبانين قوي. فعلا اسخن لك تاكل. طب والنبي ده انت بختك حل، انا لسه مسخنه الاكل، مكرونه بالبشاميل وشرب الطماطم وجلاش من امبارح. كل الاكل اللي انت بتحبه. كمال، هو انت ناوي تبات النهارده هنا؟ مش عارف، انا قلت اجي ارتاح هنا شويه. طبعا ترتاح، مش بيتك. طب ده انت لو كنت بدرت نص ساعة بس كنت شفت البنات، انما مش مهم، تشوفهم الصبح والنبي دول هيفرحوا قوي. طب تصدق وتأمن بالله البت جنى النهاردة قالت لي ده بابا وحشني قوي. أمك بقى وحشني قوي. ايه مالك يا كمال، في ايه؟ مش حاجة. انت كنتش متخانق مع مين؟ لبنى. الظاهر الظاهر ان انت دعواتك مستجابة يا وفاء. واللي حصل ايه؟ في ايه؟ حصل اللي حصل بقى خلاص. ولما حصل حسيت انك عايز تيجي بيتك، مش كده يا كمال؟ انا مش عايز اتكلم عشان خاطري، مش عايز اتكلم. مش مهم، مش لازم تتكلم. عارف ايه المهم؟ المهم انك جيت وقاعد قدامي دلوقتي. طب والله العظيم اللي حصل بينا ممكن يتنسي، احنا الاتنين كويسين يا جمال. طب انت عارف انا في كل وقت بقول انت حماره، انت متخلفه. معقوله تتخانقي مع كمال عشان الفلوس؟ طز في الفلوس. طب وحياه جنى وحياه ملك، لو جيت قلت لي مفيش فلوس قدام انك ما تتجوزش تاني ونرجع زي الاول، حتى لو في البيت ده انا هبقى راضيه وموافقه، وهتلاقي وفاء تانيه خالص غير وفاء اللي كانت بتزعلك. ده فعلا يا وفاء، انا حلفت لك بالبنات. هو الظاهر مش هيبقى فيه فلوس فعلا. نعم، الأرض طلع عليها مشاكل كبيرة مع عمي وابن عمي الله أعلم بقى هترس على إيه، بس أنا مش متفائل. شكلها باظت. آه قول كده بقى، داخل عليا دخلة الحزين. حزين ايه؟ يا اخويا الحزين، عامل لي زعلان معاها وجاي البيت هنا للصدر الحنين اللي حيطبطب عليك. انت عايز تتجوزها واخرج انا من مولد بلا حمص؟ قالت لك ايه؟ قالت لك كفايه عليها الشقه اللي خدتها؟ مش قالت لك كده؟ صح ولا غلط؟ ما بتفوتيش فرصة واحدة يا وفاء إلا وبتثبتيلي بمنتهى الاجتهاد والعزيمة إنك أزبل وأحقر وأوطى كائن موجود على الكوكب. لا مش الكوكب،
المجرة كلها، أحقر كائن موجود على المجرة قاطبة يا وفاء، قاطبة. اهدى، انت رايح فين؟ خد هنا. رايح فين؟ رايح في داهية، رايح في داهية، رايح في مصيبة بعيد عنك. انا مش عارف انا كنت بفكر في ايه، اتخبطت في مخي ازاي وجيت هنا. ايه ده؟ ايه المناظر دي؟ مع السلامة يا اخويا. لا تروح ما ترجع. عايز تشفط الفلوس كلها. يا حبيبتي لسه ما غيرتيش هدومك؟ في غلطه فعلا في الحساب، مش حاسبين السناكس اللي بنطلبها على الاوضه. سناكس، سناكس ب 33000 جنيه. مش انت اللي ليل نهار عملت ازقس في كاجو وفستق كانهم لب؟ صح، انا ازقست فعلا. تفتكر يا تقى ربنا يكون بيعاقبنا على السفع اللي احنا فيه ده؟ في ايه يا عمر؟ هو انت هتفكر زي مامتك ولا ايه؟ ولا عشان اتبسطنا شويه بفلوس العربون بقى ربنا هيعاقبك وكمان هياخد اخواتك بذنبك؟ ايه التفكير الغريب ده؟ طب انت بذمتك بيني وبينك كده مش حاسه ان احنا افورناها شويه؟ عمر انت اللي جبتنا هنا واقنعتني نعيش بالطريقه دي، فخلي والنبي حد غيرك يقول الكلمتين دول، مش لاقين عليك. يا حبيبتي أنا مش بلومك والله، أنا بس بفكر معاكي بصوت عالي. ما تفكرش يا عمر، أنت علمتني كده، التفكير وحش، فأنت جمد قلبك وخش نام، واصحى الصبح ادفع الفاتورة دي زي الشاطر، وتبقى عارف ومتأكد إن مفيش أي حاجة هتحصل، وبعدين عادي يعني، أي بيع في الدنيا بيحصل فيها كده، نزناز وأخد ورد، مفيش مشكلة. أيوه يا توتي بس ما بسش، ما تحسسنيش إن إحنا ممكن نرجع خطوة لورا، افتكر كلامك. الفلوس موجودة عشان نتبسط بيها على فكرة، مش مهم بكرة، ما تفكريش في بكرة. فاكر الكلام ده ولا لا؟ مع اني بقى متأكدة ان بكرة مش هيحصل اي حاجة على فكرة. وحتى لو حصل يبقى قدر الله وشاء فعل. وبعدين احنا شارين عربيتين تمنهم مليون جنيه، لو بعناهم هنعيش بفلوسهم حياة زي اللوز. مش هنبيعهم ومش هيحصل حاجة، وكبير ابن عمك ايه؟ هياخد له قرشين، وحتى لو خد نسبة كبيرة الفلوس كتير مش هتفرق. مش لما يبقى يتكلم ده بقاله ساعتين ما عبرش حد فينا الحيوان. مش مهم كلمه انت. رخم رخم وتلم وبخدود صدغ يعني. ممكن تبطل معيلة؟ كلمه يا عمر. كلمه. حاضر حاضر يا تقى. ايوه يا ايهاب، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ لا الله يكون في عونك، ربنا يقويك. بس متهيالي برضو ان موضوعنا مهم ما ينفعش يتنسي ولا ايه؟ بكره الساعه 5 في البيت عندك. اوكي، مع السلامه يا دكتور. باي باي. اقطع دراعي انه ما كانش وراه اي حاجه، ده بيلعب باعصابنا ابن اللذينه. انا سامع من وراه مزيكا، ده تلاقيه سهران في حته ولا على باله اصلا. مش مهم، نفض انت، مالك؟ كلم اخواتك بس وقول لهم على الميعاد. انت اللي كلمته ولا هو اللي كلمك يا عمر؟ صدق انك كذاب. لا طبعا هاجي معاكم. عارفه العنوان. ماشي يلا، باي باي. حمد لله على السلامة. كل ده بتتفاوض مع سيد علنكي؟ أصلاً أنا نسيت الموبايل عند ماما، عملت مشاوير بعديها كتير قوي، بس الحمد لله خلصت مع علنكي واتفقت مع الناس اللي هيشطبوا لنا المعرض كمان، وبعدها لفيت 100 لفة على الناس اللي كان أبويا بيتعامل معاهم زمان، بس الحمد لله وصلت لدين كويس قوي يعني، دول أولاد أصل مش ناسينه.
طب بالراحة والنبي بس يا هاني، وانت بتصرف الفترة اللي جاية عشان شكلك انت صرفت فلوس كتير قوي فوق الخلاوة. يعني شوية عربين صغيرة كده، مش كتير يعني خالص. بكرة بقى ان شاء الله بروح البنك اسحب لهم كام دفعة كل واحد فيهم. طب معلش يا ريت بس يعني تاخد بالك بجد، لان ابتدت تظهر شوية مشاكل كده في موضوع الارض ومحدش عارف الامور هتوصل لحد فين. مشاكل ازاي يعني؟ أما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. يا رب يا عليم فوق كل عالم، يا مطلع على جرى واللي هيجرى، يا سميع يا بصير يا عدل يا سلام يا رحمن يا رحيم يا حكيم يا عظيم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا كريم يا حكيم يا لطيف يا رزاق. قلتم بينا يا رب، قلتم بينا يا رب، قلتم بينا يا رب، قلتم بينا يا رب، قلتم بينا يا رب. آه.